والبداية بأخبار الحملة الانتخابية في يومها الثامن، حيث اتهم المترشح علي بن فليس في تجمع شعبي له بولاية المسيلة، اتهم بعض الأطراف بخصخصة الموقف الدبلوماسي الجزائري الخارجي، مؤكدا أن السياسة الخارجية للجزائر لطالما انبثقت من مبادئ الثورة المجيدة وهي ثابتة اتجاه القضايا العادلة. السياسة الخارجية للجزائر كيف أتصورها؟ متجذرة ومنحدرة ومولودة من قيم الثورة التحريرية، ولا لخصخصة الدبلوماسية والسياسة الخارجية كما حصل في بلادنا في وقت، وأنتم تعرفون هذا. بن فليس وفي تجمع شعبي نشطه صباح اليوم أولى مسؤولية رقابة سير وتسيير المسؤولين إلى أبناء الشعب الجزائري أو من أسماهم بالضمائر الحية المخول لهم المحاسبة. الرقابة الحقيقية على سير وتسير الرجال هي رقابة الضمائر، الضمائر الحية. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هاي الرقابة الحقيقية.